إن العبد إذا قام يصلي جُعِلَت ذنوبُه على عاتِقَيه، فكلَّما ركَعَ أو سجَدَ تساقَطَت عنه. فمن فضلِ الصلاة والأجر الكريم فيها أنه يُحطُّ عن العبد بها السيِّئات، فما كان اقترَف من قبلُ سيِّئة يُؤتَى بها فتُجعلُ على عاتِقِه، أي ما بين منكِبِه وعُنُقِه، فإذا ركَعَ أو سجَد تساقَطَت تلك الذنوبُ عنه.